طيب شباب، في حتلاقي انت عندك كذلك درس مور منفصل عن الداتا اوجمنتيشن بيشرح لك اياه. انه كدرس انه لوحده، تمام. وهنا بنزل انه التي اف دوكس، طبعا هذه الاوتو تون زي ما حكيت لك سابقا، لانه هي بس مجرد انه عباره عن باراميتر للبرفورمانس تونينج، انه في الديسك اي او لما انا اقرا من الديسك، تمام. وهنا عامل امبورت للمات بلوت اس بي ال تي بي واي بلوت، وهنا للمات بلوت نفسها لا اس ام بي ال. طبعا هنا نزل صورة واحدة بس، جيت فايل كات جي بي جي، وهي الباث تبعها بهذا الشكل اللي هو عبارة عن كات موجودة أو متواجدة على السنو، على الثلج. وهنا إنه عمل أوبن للفايل هذا، وهي عرض لك إياه، تمام. فهنا image string tfio read file، وهنا decode gbg واداله الايمج سترينج وحكى له انه عدد القنوات انا عندي 3. نعم، نفتح لك اياه على الكولاب. كيف؟ ثواني بس خليني اعمل run. صارت انه انا اخذت نسخة، خليني اخذ نسخة احسن. شيل التشيك هنا، اعمل رينيم داتا اوجمنتيشن كيراس. اعمل انستول. هاي الامبورت، وهنا نزل الصورة، هاي الاوبن راح اعمل اياها زي هيك. طبعا الاوبن هنا بي اي ال، البي اي ال اللي هو امبورت بي اي ال دوت ايمج، هذه عبارة عن باكج. pil.image.read.afon.open اداله الايمج باث، قراها وعرض لي اياها، تمام. طبعا هنا الديكود انه هو حول لك اياها لنمباي اري زي ما انت شايف، عفوا، او لتنسور بالاحرى، وانه الشيب تبعها 213 في 320 اللي هي البيكسلز تبعت الصورة، بالإضافة لعدد القنوات 3، تمام. فهذه هي الديكود، إنه هي موجودة في tf.image.decode، على طول بحول لك إياها لتنسور 3D تنسور، تمام. عبارة عن 3 ماتريسيز، واحد للR، واحد للجي، واحد للبي. طبعا هنا visualization، هذه عبارة عن utility function visualize original، بمرر له تنتين والاوجمانتد، فبروح برسم لي اياهم جنب بعض، سب بلوت سب بلوت، حط التايتل اوريجينال والتايتل هنا اوجمانتد، تمام. هنا ايش راح اعمل؟ عمل فليب للايمج، تي اف ايمج، عمل فليب ليفت رايت،
فيجواليز، اداله الايمج والفليبت ببساطه، انه هاي الصوره الاصليه وهي الصوره بعد ما عملها فليب. الجري سكيل تي اف ايمج ار جي بي تو جري سكيل، وراح عرض الصوره الاصليه مع الجري سكيل مع الكالر بار بهذا الشكل. ساتوريت ايمج يعني بعمل نظام تشبع الالوان انا عندي، فبالتالي هنا اداله ساتوريت الايمج، وهنا ثلاثه للقنوات الثلاثه، وهي الاوريجينال والاوجمانتد ايمج اللي هي بعد ما عمل ساتوريشن. وتشبع الالوان تلاحظ انه الالوان بتزداد، يعني اللون الثلج صار داكن اكثر، ولون الكات نفسها صار داكن اكثر، او صار في تشبع في الالوان اكثر. هنا البرايتنس، حدا درجه البرايتنس 0.4، ادجست البرايتنس. هذا الروتيت، في انت عندك روتيت هنا 90، ف بالضبط حتصير زي هيك. هنا سنتر اند كروب، بالضبط عمل سنتر للصورة حسب البكسل، وعمل كروب عمل قطع للزيادة، تمام. سنتر فراكشن 0.5، تمام. طيب الآن بده يشتغل على الداتا سيت البريلودد اللي هي الامنست، قال له TFDS load اسم الداتا سيت as supervised true with information true، وهنا الترين داتا سيت والتست داتا سيت هيها، وهنا جاب عدد الاكزامبلز في الترين. عدد الاكزامبلز في الترين number of training examples، ستين ألف، تمام. أجيت راح حول كل الصور لتنسور، ل3D تنسور، تمام. وبعديها راح أعمل augmentation للصورة، لكل صورة بالإيمج والليبل تبعها. إيش سوى؟ إنه استدعى الكونفيرت اليوتيليتي فانكشن هذه، وبعديها هنا إيش عمل؟ عمل ريسايز وكروب، وبعديها راندوم كروب، وبعديها راندوم برايتنس، ورجع الصور. نحدد الباش وعدد الإكزامبلز، وهنا أوجمانتد ترينينج باتش، وعمل هنا ماب للاوجمنت، وحدد انه الباتش سايز والبريفتش اوتوتون كل هاي الامور. هذا بس انه مجرد باتش واحد، وهذا للاوجمنتد. النون اوجمنتد تمام، بس مجرد انه طبق عليه كونفرت، لكن هنا طبق عليه الماء الداله اوجمنت. كيف؟ صحيح، بدون اوجمنتيشن، تمام. وهذه الفاليديشن باتش، عرف موديل، هذا عباره عن سيكونشال موديل عادي، تمام. حدد الانبوت شيد 128 128 1، وهنا 4000 نيورون في اللاير، تمام. وهنا بيعمل موديل، وهنا نو اوجمنتيشن هيستوري، يعني بده يجي لك شو تاثير الاوجمنتيشن اللي انت عندك في الموضوع، فحط هنا انه الموديل هذا بدون اوجمنتيشن عمل فيت. ايش ادى؟ نو اوجمنتد تريننج ديت تريننج باتشز، تمام. والفاليديشن طبعا 50 ايبك، وهنا هذا الموديل ويذ اوجمنتيشن، وبده يجي يعمل بلوت
للتنين. لاحظ انه without augmentation اخر ايبك انت وصلتها انه الاكيوريسي 99 والفال اكيوريسي 91، هذه without augmentation. مع الاوجمنتيشن قديش وصلت؟ 94 في التريننج اكيوريسي والفاليديشن 95، ارتفعت صحيح من 91 ل 95. وهذا البلوت هيستوري تنين سوا بهذا الشكل، هذا كاكيورسي وهذا كايرور بهذا الشكل. فبالتالي هذه طريقة ثانية للاوجمنتيشن استخدم فيها العمليات اللي موجودة في يعني الدوال اللي موجودة في تي اف نفسها هنا في هذه الدالة augment. تي اف ايمج تمام.